حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعد في صدقتك. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني أبو جعفر محمد بن علي، حدثني سعيد بن المسيب، حدثني عبد الله بن العباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يرجع فيأكل قيئه. حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي، حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن هشام بن عروة عن عمر بن عبد الله بن عمر، يعني عن أبيه عن جده عمر، أنه تصدق بفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبصر صاحبها يبيعها بكسر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: لا تبتع صدقتك. حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن عامر عن الزبير بن العوام أنه حمل على فرس يقال له غمر أو غمرة، فرأى مهرا أو مهرة من أفلائها يباع ينسب إلى فرسه فنهى عنها. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال: آجرك الله ورد عليك الميراث. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت أمي حديقة لي وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر بن الخطاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فعمل بها عمر على أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، تصدق بها للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكلها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، إن المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط هو أحب إلي منها، وقد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها. قال ابن أبي عمر: فوجدت هذا الحديث في موضع آخر في كتابي عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر، فذكر نحوه. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العارية مؤداة والمنحة مردودة. حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيان قالا: حدثنا محمد بن شعيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العارية مؤداة والمنحة مردودة. حدثنا إبراهيم بن المستمر، حدثنا محمد بن عبد الله، وحدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا ابن أبي عدي جميعا عن سعيد عن قتادة عن الحسن
عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديها. حدثنا عبيد الله بن الجهم الأنماطي حدثنا أيوب بن سويد عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له شاة، فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، قال: فكان لو اشترى التراب لربح فيه. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان بن هلال حدثنا سعيد بن يزيد عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد لمازة بن زبار عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: قدم جلب فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينارا، فذكر نحوه. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم مطل الغني، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. حدثنا إسماعيل بن توبة حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبع. حدثنا هشام بن عمار والحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الزعيم غارم والدين مقضي. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عندي شيء أعطيك، فقال: لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل. فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تستنظره؟ فقال: شهرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحمل له. فجاءه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت هذا؟ قال: من معدن. قال: لا خير فيها، وقضاها عنه. حدثنا محمد بن بشار أبو عامر حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالوفاء. قال: بالوفاء. وكان الذي عليه 18 أو 19 درهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن ابن حذيفة هو عمران عن أم المؤمنين ميمونة قال: كانت تدان دينا، فقال لها بعض أهلها: لا تفعلي، وأنكر ذلك عليها. قالت: بلى، إني سمعت نبي وخليلي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منه أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن أبي فديك حدثنا سعيد بن سفيان مولى الأسلميين عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله. قال: فكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه: اذهب فخذ لي بدين، فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي، بعد الذي سمعت من رسول الله
صلى الله عليه وسلم. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يوسف بن محمد بن صيفي بن صهيب الخير، حدثني عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب عن شعيب بن عمرو، حدثنا صهيب الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل يدين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه لقى الله سارقا. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا يوسف بن محمد بن صيفي عن عبد الحميد بن زياد عن أبيه عن جده صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: من الكبر والغلول والدين. حدثنا أبو مروان العثماني، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء، حدثنا عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا توفي المؤمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله على رسوله الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي، وأنا أولى بالمؤمنين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن نفيع أبي داود عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة، ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن حنظلة بن قيس عن أبي اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معسرا أو ليضع له. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر، حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت ربعي بن حراش يحدث عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فقيل له: ما عملت؟ فإما ذكر أو ذكر، قال: إني كنت أتجوز في السكة والنقد وأنظر المعسر فغفر الله له. قال أبو مسعود: أنا قد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن خلف العسقلاني ومحمد بن يحيى قالا:
حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طالب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف. حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح القيسي حدثنا محمد بن محبب القرشي حدثنا سعيد بن السائب الطائفي عن عبد الله بن يامين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الحق: خذ حقك في عفاف واف أو غير واف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم أو من خيركم أحاسنكم قضاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه حين غزا حنين 30 أو 40 ألفا، فلما قدم قضاها إياه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء رجل يطلب نبي الله صلى الله عليه وسلم بدين أو بحق، فتكلم ببعض الكلام، فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، إن صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يقضيه. حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عثمان أبو شيبة حدثنا ابن أبي عبيدة أظنه قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فاشتد عليه حتى قال له: أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهره أصحابه وقالوا: ويحك، تدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك. فقالت: نعم بأبي أنت يا رسول الله. قال: فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه. فقال: أوفيت، أوفى الله لك. فقال: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا وبر بن أبي دليلة الطائفي حدثني محمد بن ميمون بن مسيكة قال وكيع وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال علي الطنافسي: يعني عرضه شكايته وعقوبته سجنه. حدثنا هدية بن عبد الوهاب حدثنا النضر بن شميل حدثنا الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال لي: إلزم. ثم مر بي آخر النهار فقال: ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم؟ حدثنا محمد بن يحيى ويحيى بن حكيم قالا حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما فنادى كعبا فقال: لبيك يا رسول الله. قال: ادع من دينك هذا. وأومأ بيده إلى الشطر فقال: قد فعلت. قال: قم فاقضه. حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا يعلى حدثنا سليمان بن يسير عن قيس بن رومي قال:
كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة 1000 درهم إلى عطائه، فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه فقضاه، فكأن علقمة غضب، فمكث أشهرا ثم أتاه فقال: أقرضني 1000 درهم إلى عطائي. قال: نعم وكرامة. يا أم عتبة، هلمي تلك الخريطة المختومة التي عندك. فجاءت بها، فقال: أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني، ما حركت منها درهما واحدا. قال: فلله أبوك، ما حملك على ما فعلت بي؟ قال: ما سمعت منك. قال: ما سمعت مني؟ قال: سمعتك تذكر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. قال: كذلك أنبأني ابن مسعود. حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا خالد بن يزيد، وحدثنا أبو حاتم، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض 18. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل عنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيبدي له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبل إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه. فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بين. قال: فأعطها فإنها محقة. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر بن عبد الله فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه فأبى عليه، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن ينظره، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوفه الذي له، فجد له. بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 وسقا وفضل له 12 وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فأخبره أنه قد أوفاه، وأخبره بالفضل الذي فضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبر بذلك عمر بن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن الله فيها. حدثنا أبو كريب، حدثنا رشدين بن سعد وعبد الرحمن المحاربي وأبو أسامة وجعفر بن عون عن ابن أنعم قال أبو كريب: وحدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أنعم عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يقضى من صاحبه يوم القيامة إذا مات إلا من يدين في 3 خلال: الرجل تضعف قوته في سبيل الله
فيستدين يتقوى به لعدو الله وعدوه، ورجل يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفنه ويواريه إلا بدين، ورجل خاف الله على نفسه العزبة فينكح خشية على دينه، فإن الله يقضي عن هؤلاء يوم القيامة.